يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يدعي أنه على الأثر ومنهج السلف، لكنه يقوم بسبب، نحن نفرح بهذا أنه على الأثر ومنهج السلف، أي لكنه يقوم بسب علماء الأمة الكبار. هذا ما هو على منهج السلف، اللي يسب علماء المسلمين ما هو على منهج السلف. السلف ينزهون ألسنتهم من السباب والشتم والغيبة والنميمة، هذا ليس على منهج السلف. أنا قلت لكم في فرق بين الانتساب وبين الحقيقة، والذين اتبعوهم بإحسان، لاحظوا هذا القيد في الآية الكريمة، اتبعوهم بإحسان. نعم. ودليله وفقكم الله يقول: إنك إذا بدعت أحدا فعليك بالتقليد ولا تلزم بذكر الدليل، فهل هذا قول صحيح؟ ايش هالكلام؟ إذا بدعت أحدا فعليك بالتقليد، تقليد ولا تلزم بذكر الدليل. ما شاء الله، كلام متهافت، ما ادري ايش معنى. هل البدع ما تجوز والتقليد الأعمى لا يجوز؟ هذا كلام ما، نعم.